يعطيك العافية. كل صبية بتحب تروح تعمل شوبينج للميك اب، بس المشكلة وين؟ أنا ما بتكون عارفة الشي اللي بيناسب بشرتها إن كانت بيضة أو سمرة. بتروح على المحل لحتى تسأل شو بيناسبني من الميك اب، فبيقوموا بيقولوا لا لازم تشتري هيدا وهيدا بيناسبك وهيدا بيناسبك، وهي منا عارفة إنه هيدا الشي بيناسبها أو لا. وطبعا بيتكوم عندها الميك اب بالبيت هالقد وهي ما بتعرف تستعمله وكيف تستعمله. اليوم رح نكون سوا لحتى نعرف كيف تاخد البنت السمرة أو البيضة الميك اب اللي بيناسب البشرة لكل واحدة منهم. خليكم معنا. هاي مريم. هاي فاطمة، أخباركم؟ تمام الحمد لله. أكيد رح نبلش بالبرايمر. تعرفوا كل واحدة إلى سكن معينة أنواعها. بعتقد أنت شوي دهنية وأنت دهنية. مضبوط؟ صح؟ صحيح. أوكي. بدنا ناخذ شوية دهنة، بدنا شيء لحتى ما يعطينا لونج لاستنج للفاونديشن للميك اب، وبنفس الوقت ما يظهر انه التيزون تبعية البشرة وما تبين انه كتير دهنية. فمنروح للبرايمر الدارك من فور ايفر، انا كتير بحبه. هيدا بنحطه على الاماكن بس الدهنية بالبشرة. لازم تكونوا عارفين على اي براند بتروحوا تاخذوا الاشياء المات للبشرة الدهنية. يعني بس نحطها في التيزون علوي، هيدا بس منطقة التيزون، وفينا بالأماكن الثانية نحط الأماكن الثانية الناشفة أو بتحسيها دراي شوي نحط مرطب عادي. فينا نحط رقم واحد هيدا الأبيض للأماكن أو للبشرة العادية، بيكون كتير حلو إذا حطينا بس على الأماكن اللي ما فيها لمعة. الفاونديشن طبعا ما بتعرفوا إحنا كبشرة عربية منروح شوي لليالويش للفاونديشن اللي لونه على يالو بيج، ما بناخد على بينك. فهمتوا كيف علي؟ لانه بشرتنا احنا طبيعتنا طبيعه الصحراء تبعتنا صفرة، فلازم نروح على الاصفر كبياض. ناخذ اللون الفاتح الابيض للبشره. لك مريم. فاطمه انت بما انه برونز وانا بحب البرونز كثير، انت حبيبه قلبي اليوم. بحب بحب السمار. بناخذ الالوان كمان الفاونديشن المايل للأصفر اللي هو على برونز. خلينا نشوف سوا كيف فينا نعرف إذا الفونديشن صح معك أو معه أو لا. تفضل. هيدا الفرق بين الفونديشن البينك والفونديشن اليالو. فأكيد دايما لحتى تبين البشرة أو تعرفي البشرة كيف منا باهتة وكيف صحية، تاخدي أغمق من لون بشرتك بدرجة. هم الكثير عالم باخدين فكرة انه افتح من لون بشرتي بدرجة لحتى يعطيها نضارة. انا بحب العكس، النضارة بتعطي بالورم الاشياء الدافية شوي، يعني غمقي بشرتك درجة بتعطيك انه انت مور فريش وصحية. فلو قلنا لإلك مريوم فينا نشوف هيدا، يعني هو فينا نقول انه داخل شوي على برونز. دايما حاولي انك تجربي على ايدك لانها هي الايد اللي كتير قريبه من السكن تبعيت البشره. شفتي؟ قولي لي عجبك ولا لا؟ هي وايد حلو. اوكي. يعني هيك تحسي اعطاكي فول كفر وبنفس الوقت لون كتير حلو. عندك طبعا هيدا لا على، خلينا نشوف هيدا. فتون. لا هيدا شوي فاتح. هم من هون بتعرفي انت، انت يمكن تنخدعي باللون وتشوفيه بطريقه انه او دارك جوا العلبه، بس هو بالاساس فاتح. بنروح لهيدا. اوكي هيدا اوكي. ايه شوفي الفرق. هيدا فيري نايس. انا هيدا طبعا اكيد هيدا لون بشرتك وكتير حلو. الخطوه الثانيه من الفاونديشن الكونسيلر اللي هو اللي احنا فينا نخبي فيها عيوب البشره، فينا نخبي فيها تحت العين، اجباري تكون افتح من لون الفاونديشن بدرجه واحده مش اكثر لتعطي نضاره اكثر. نختار اللون لمريم بهيدي الطريقة، هيدا اللون الفاتح شوي. فين نجرب على الإيد؟ كتير حلو لأنه فول كفر.
اذا بتشوفي عكس اللون اللي اخذناه شوي على دارك اللون الفاونديشن، هيدا بيرفكت لك. واي ثينك هيدا كمان كتير حلو لتحت عيونك فتون. هلا جينا للباودر صبايا بنفس الفكره، الالوان الاغمق من لون بشرتك بدرجه منه مش اكثر. يعني عندي مريم، اعتقد انت بناسبك شوي هيدا اللون، لانه انا انت حابه شوي تروحي على البرونز، فهيدا كانك لانك بيضة وبنفس الوقت ما انك سمراء ما انك برونز، ففينا نروح على هيدا اللون كتير حلو. فاطمة انت سوارك كتير حلو، فبعتقد بتروحي على هيك انواع بشرة، هيك باودر. هيدا طبعا بيجي بعد الفاونديشن. اذا بدي اعمل كونتورينج بحب دايما اخذ شيء دارك، او فينا نعمل مثلا دارك هالقد. هيدا للاماكن اللي لازم نعمل لها الهايلايت واللو لايت. الهايلايت اللي هي الاشياء الفاتحه والغامقه، دائما الغامق بناخذها مثل رقم 3، عم تعاملي كانك رقم 3، عرفتي كيف؟ تاخدي من هون تنزلي على خط الخد وبتنزلي على خط الوجه من تحت، هذا الكونتورينج. في عندكم اللي هي الباليت اللي احنا عم نحكي عليها بدل فاونديشن، اللي بيحبوا ياخذوا باليت، بس هيدي مور بروفيشنال، يعني منا للمبتدئين بالميك اب. ما في وحده مبتدئه فيها تاخذ هيدي الباليت، بتفضل تاخذ تو كايند اوف فاونديشن، واحد دارك واحد لايت لحتى تقدر تستعمله. هيدي للبروفيشنال ميك اب، الدارك اللي هو للكونتورينج، وهون اللايت للالوان الفاتحه بهيدي الطريقه. وعندك هون اللي هي الكونسيلر، اللي هي الالوان اللي بتنحط لحتى مع الفاونديشن لحتى تخفي عيوب البشره، شو ما كانت فيها عيب، احمرار فيها، حبوب فيها، الدارك المنطقه الدارك تحت العين فيها، سواد فيها، عروق مبينه فيها، هيدي بتكون بهيدي الباليت. نفس الوقت في عالم كتير بيحبوا ليثبتوا الكونتورينج بطريقه صح، فيكي تاخدي هيدي الباليت الصغيره اللي هي لايت ودارك للاماكن الدارك اللي عملنا فيها بالفاونديشن دارك بنستعمل هيدي، للاماكن اللي عملنا لايت بنستعمل هيدي. طبعا ناخذ فرشايتين، ما فينا الفرشاي الواحده للدارك واللايت مع بعض نستخدمها حسب طبيعه البشره. عندي هون للبشره كتير دارك، عندي هون للبشره كتير لايت مثل ما انتم شايفين. لازم تكوني عارفة بين كل بشرة كيف عم تختاري الصح، هون البشرة السمراء، هون البشرة الدارك، مثل ما اتفقنا وشفنا انه الفاونديشن، عفوا البلاشر اللي شفناه الدارك دارك دارك كان كتير قريب من هيدا اللون. قولي لي مريم، انا بشرتي الفاتحة يعني رقم 2، انت بيلبق لك هيدا وبيلبق لك هيدا وهيدا وهيدا، هيدول للسمر. مثل ما انتم شايفين هون مقسم الفراشة انه هيدي فاونديشن، زي ما عم بقولكم بيعتمد من المبتدئين للبروفيشنال كيف عم يعملوا، كيف عم يحطوا، كيف عم يستخدموا الفراشة. في ناس بتحب الفرشة اللي جاي مروسة شوي ومدورة، في ناس اللي بتيجي شوي مفلتحة، في ناس لهيدي الميك لهيدي الفرشاية، في الأكبر في الأكبر في الأكبر. دايما أنا بنصح للي عم مبتدئين بيكونوا عم ياخذوا شوي الفرشه صغيره، لانه الفرشه الكبيره راح يتوهوا بوجهن، ما عاد يعرفوا شو عم يعملوا بوجهن. في عندك هيدي كمان لتوزيع الباودر تحت العين وللوش وللكونتورينج، مثل ما انت شايفتها عم تعطي طريقه انه بتعمل للكونتور بهذه الطريقه تحديد الوش. عندك البلاش بهيدي هيدي كثير للاشياء الاماكن اللي كثير صغيره بالوجه فينا نلعب عليها ونشتغل فيها. وعندك هيدي للكونتور، ودائما تاخذوا بعين الاعتبار صبايا انه ما حدا يضحك عليكم ويقول لكم هيدي البرش حلوه وهيدي البرش ما بعرف شو، بدك تشوفي الملمس تبعت البرش، ما تاذي بشرتك، لازم اجباري تكون ناعمه وتحسي فيها انه هي فعلا ناعمه على ايدك لحتى تكون ناعمه على بشرتك. في كثير بيجوا بلاستيك بتحسيها عم تلمع وبتحسي عم تحطي عم بتشوك لك وجهك، عم تاذي وجهك، فخدي بعين الاعتبار انه مش اي برش لازم يهرع الوجه بالضبط، بتحسي البرش عم تنزل شعر، فكمان هيدا منه صح. عندك الاي شادو، بقى هلا اشتغلنا على الاي شادو،
حسب الألوان. راحت موضة إنه الصبايا السمرة لازم تحط هيدا اللون والبيضة لازم تحط هيدا اللون. هي صار هو صار فن بالميك اب. أنا سمرة أنا بيضة بحط الألوان اللي بتناسبني وما بتطلعني كأنه أوفر. طبعاً ما بننسى أبداً التنظيف البراشز لأنه بالنهاية أنت عم تحافظي على بشرتك. لما أنت عم تنظفي البراش أنت عم تنظفيها من البكتيريا وعم تنظفيها من كل إشياء جراثيم ممكن أنت تدخليها على بشرتك بدون ما تحسي. خبروني صبايا استفدتوا كل شيء تمام؟ هي وايد استفدنا. Thank you so much. وانتي هاي في اشياء تعلمتها ما كنت اعرفها صراحة، مثلا ها مال المسامات مال اللي يخلي يعني يخفف من دهنية البشرة وشي. في الاول كنت احط مثلا فرشاة واحدة حق كل شيء خاصة فونديشن كونسيلر وشي، الحين لا عرفنا في كل شيء له في شيء ناصبة. يعني سوسي الحين بناخذ الميك اب هالاشياء كلها، عندك دورات ممكن تطبق يعني معاك؟ اكيد اكيد عنا دورات بنعملها لحتى تفهموا وتعرفوا الستبس صح للميك اب. رح نعمل شوبينج صبايا هلا؟ يلا ليتس جو.